الأوضاع المأساوية للنازحين في المخيمات بمحافظة ديالى دفعت بعشائر المحافظة إلى مطالبة المرشحين والسياسيين بإعادتهم لمناطقهم قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، ويؤكد وجهاء العشائر دعمهم لأي مرشح يعمل على إنهاء معاناة أهالي المحافظة خصوصا النازحين، وإلى أن يأخذوا بنظر الاعتبار النازحين في كل مكان، وأن يعملوا على إعادتهم إلى مناطقهم المستقرة والآمنة لكي يخوضوا هذه الانتخابات بكل شرف وأمانة. ونحن بدورنا ندعو جميع السياسيين في ديالى أن يدعموا النازحين، من لهم غير سياسي ديالى، وندعم كل من يدعم النازحين. دعوات أطلقت للحكومة المركزية خلال تجمع عشائري بالنظر بعين العطف لمن فقدوا منازلهم وما زالوا يصارعون تحت خيام المتهالكة، فيما تعالت الأصوات بتغيير الوجوه التي أوصلت المحافظة إلى حافة الهاوية. وكان الآن بما عنده مأوى، فإحنا نسأل ونرجو من السياسيين أنه يدعمون المهجرين، يرجعون بيوتهم، البيوت المضررة يدعموهم، والدولة بخير يعني متمكنة، فخصصوا لهم مثلا مبالغ ان يعمرون بيوتهم اللي باقت اللي احترقت. فنرجو انهم من السياسيين انه يدعمون هاي الشريحه من المهجرين. وحاول بعض المرشحين استغلال قضيه النازحين حيث تعهدوا باعادتهم لمناطقهم مقابل التصويت لهم، لكن كان رد سكان الخيام لا مساومه على حقوقنا واصواتنا. للشرقيه نيوز ناهض الزيدي، محافظة ديالى.